ايشن للروبوت هلا بصير ياخذ هدول البوينتس ويتحرك بينهم. وفي بوز قديش كان البوز؟ 0.005. ايش هاي 0.005 اوف ا سكند؟ بس اظن انه ما يعني ما قدر ياخذ بس هالقد. طب ياخذ، انا لازم سكرت هاي، نسيت اسكرها. خلينا نبدا من جديد. اوكي هلا هاي فكره في نعم. لا لا انا ما حطيت النقاط، ما عم بحط النقاط، صار عندي مشكله بعرف بجهازي، لغيت النقاط وخليت بيعمل هذول. هلا هون عمار باخذ النقاط الراندوم هذول وبحرك الروبوت بالاورينتيشن اللي طلعناه احنا السيناريو تبعنا. طبعا هو في الواقع ما راح يتحرك فجاه من النقطه هاي للنقطه هاي، فاهمين؟ احنا بس بقول لي انه السيناريو اللي انت طلعته اللي هو كان راندوم، الست ارقام الراندوم، خلاه يتوجه بهذا الاتجاه. هلا ما بعرف انت حتى تجاوب سؤالك، لو انت موجود عندك هذا بامكانك بالروبوتكس تول بوك انت تصير تدخل له زوايا وتجرب انك توديه اماكن معينه وتشوف. اوكي هاي بالاطوال اللي احنا موجودين. حتى عماله بفرجيني كمان شادو له على الارضيه، هاي الارضيه فاذا بتطلع كانه في شادو من فوق، الشادو من فوق بعطيني فكره انه هو ايش الاورينتيشن تبعته اللي موجوده هون، وعم بيعمل اتاتشمنت. هلا انا فصلتهم ما بعرف ليش عندي صار مشكله لما خليته يعمل البلوت للنقطه ويعمل الانيميشن، صار بعد اربع خمس مرات يعمل out of memory error او شيء زي هيك، ما بعرفش ايش كان، يعني في مشكله كان يعمل كراش. اذا بزبط معكم جربوا، انت زبط معي صار يحط النقطه ويحرك لهذا. تمام اوكي ماشي. اذا هاي فكره فيري باورفول تول، هون عندنا فيري باورفول تول نقدر نعمل نعمل انيميشن، نعمل له انيميشن. هلا اذا فكره المونتي كارلو سيميليشن ايش كانت؟ انه احنا جينا على الجوينت سبيس. الجوينت سبيس ايش هو؟ اللي هو ثيتا 1 لثيتا 6. انا بامكاني نظريا احط اي قيمه بدي اياها من ثيتا 1 لثيتا 6، طبعا ضمن الحدود اللي موجوده هون، ضمن الحدود هاي الارقام اللي موجوده هون. انا في عندي ثيتاز ممنوعه ما بقدر اطلع عنها، ما بقدرش اروح على ثيتاز معين. هلا ميزتي اني اكون بالثيتاز هذول ببين لي فعليا الهاي، ولذلك هون مهمه الرينجز هاي. يعني مثلا اللي حط الزاويه من 0 ل 320 مثلا مش بالحاله هاي، الحاله هاي مش مشكله، بس هاي عماله بخلي الشولدر يروح على مكان هو ما بقدر فعليا يروح عليه، فاهمين؟ ناقص 45 بتقول انه هو الشولدر بيقدر ينزل اكثر من ناقص 45، ما بيقدر، بضرب بضرب في العمود. اوكي ماشي واضحه هاي دكتور؟ نعم دكتور، لو سؤال خالد، لو